السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طريقة عمل البيجل. البيجل الأمريكي المكونات بتاعته بسيطة جدا، دقيق وسكر وخميرة وملح وألوان طعام. ده كده الألوان بتاعتنا، احنا خلاص خلصناهم عجين وكورناهم زي ما انتوا شايفين كده. دي الألوان اللي احنا كنا حاطينها، هنبططها ونحطهم في بعض زي ما انتوا شايفين 3 طبقات. بعد كده بنقطعهم بالشكل ده. بعد كده بنكورهم وبنعملهم الكحكايه اللي احنا اللي قدامنا دي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده. بعد ما اتخبزت بنحطها، بنسويهم على 200 درجه حراره ودي طبعا كل عجينه باللون لوحديها، وبنحطهم زي ما انتم شايفين في بداية الفيديو وبنبتدي نلفها وبتطلع بالطريقة دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنظروني في كل جديد مع الشيف احمد.